احنا هنعمل الخطوبه دي بكره عشان نخلص. الدكتور الشرعي اكد لنا ان سعاد ماتت بحمى النفاس، يعني كانت حامل وولدت. انا واحده متجوزه من 10 سنين وما بخلفش، الولد ده فرصتي الوحيده. انا عندي حل لكل الهم اللي احنا فيه. حل ايه؟ هنقتل فؤاد. معايا مرسال ليكي. مرسال؟ مرسال من مين؟ من سمير. سمير بيه كان سايبهولي، اكيد كان متاكد انه هيموت قبل ما يتقتل. وكان في ايه الجواب؟ ولا دي بقى خصوصيات بينكم؟ لا مش خصوصيات بينا، بس لازم رحمه تبقى معانا عشان الجواب لينا احنا الاربعه. رحمه فكيني يا رحمه. انا شهاب ابن فريده. انا متقدم لي عريس. معلش يا زينة، اليومين دول انا مشغول قوي. ايمان ما جاتش النهارده؟ لا بقى لها يومين ما بتجيش. مبروك يا هشوم. الله يبارك فيك يا فاتن. ميرسي يا روحي. بقول لك ايه؟ ها؟ مش دي الممثله اللي بتطلع في التلفزيون؟ ايوه عارفاها. ايوه اسمها فاتن فريد. ايوه في المسلسل الاخراني قتلت ابوها بنت الايه. طب تعال تعال يا فنانه. يا فنانه بنحب حضرتك قوي يا فنانه، وبنحب فن حضرتك. اهلا اهلا. شوكولاته يا فندم، شوكولاته. بقول لحضرتك ايه، ممكن نصور مع بعض صوره سيفتي؟ سيفتي. سيفتي. والنبي البنت بتاعتي حلوه. حلوه قوي. يلا بس نصور الصوره مع بعض. يلا بقى. الله. هو الواد ده مش اتحط عليه الصبح وخد علقه موت واتكسر؟ ليه الحجاب اللي معاه دي منين؟ على رايك يا ابني. امال لو ما كناش في مصيبه كنا نروح في كوريا كان عامل ايه؟ وبعدين البنت دي غالية، شاطها ازاي؟ من جامعة الدول. منين من جامعة الدول؟ ها؟ لا أقصد أنت كمان تعرفها؟ في حد ما يعرفهاش يابا. دي موقفة نهية كلها على رجلي. يا راجل. طب قوم قول له كلم واته هنا على طول. جيب مين؟ نصر؟ ونعمل إيه بنصر؟ هات الفرس اللي معاه. اتحرك. شد القرود. استنى بس الكاميرا معلقه. يا ابني لخص لخص لخص. اللهم صل على النبي. ده زينة بدون لخص وغنى. دي بتتكلم سيارة. خدي بس الثلج. خدي تعالي بقى. حسني شوية. نعم. مش بعد. هو كتب الجواب وداني الواد محمود اللي شغال في المطعم عشان يديه الإيميل. عايز ايه سنيله ده كمان؟ احنا ناقصينه. والبت ايمان راسها والف سيف، ما تعرفش حد ايه اللي في الجواب لحد ما نتجمع كلنا بكره عندي في البيت. خلينا بقى نفتح الجواب ونعرف ايه اللي فيه عشان نخلص من الهم اللي احنا فيه ده، لان هي بتقول ان الجواب له علاقه بينا كلنا. يا دي النيله، ما كنا خلصنا. مش هنخلص طول ما شبح الزفت ده ورانا. احنا مش هنخلص بقى، في مصيبه تانيه كمان. خير تاني؟ مش خير. البت ايمان بتقول ان وكيل النيابه عايز يشغلها معاه مرشد. طب ومين قال ان ده مش خير؟ مش فاهمه. بكره لما اشوفك هبقى اقول لك. روحي انتي، خلينا ندخل لفريده. ربنا معاها وفي المصايب اللي على دماغها. ايه ده؟ وفي حد انتحر تاني هناك ولا ايه؟ لا يا اختي، يا ريت انتحر، ده صحي. ايه؟ يا نهار اسود. لما اشوفك بقى بكره، سلام. سلام. يا الوليدي داس على دي القطه ولا ايه؟ ميرا. ألف مبروك يا شباب. بجد حياتي. ألف مبروك يا بنت. والله اتبسطت لك قوي. ميرسي يا حبيبي. مبروك يا فريدة. الله يبارك فيك. ميرسي. أنا مبسوطة قوي إن أنتوا جيتوا. أنتوا اتأخرتوا كده ليه؟ معلش أصل سيف كان عنده شغل، وأنتِ عارفة إني مش بتحرك من غيرك. معلش أنا آسف بجد. وبعدين الليله بتاعتك النهارده، ما تفكريش في اي حد، اللي يجي يجي واللي مش عايز يجي ما يجيش. في دي معاك حق. في ناس ما كنتش عايزاهم يجوا ورغم كده جم. نعم ده حصل. يلا نتصور. مبروك. ميرسي يا حبيبي، اتفضل. ميرسي. ميرا كنت فين؟ لسه اتأخرت. بصي شفتي الفستان انا اشتريته وحدي. لا ده احنا اتطورنا خالص. انت ما بقيتيش محتاجاني خلاص. لو مستغنيه جدا فعلا. طبعا اذنكم بس سلام.
انتوا اتصالحتوا ولا ايه؟ لا طبعا الوضع زي ما هو، بس هو بيحب يعمل الشويتين دول قدام الناس، بيخاف على شكله الاول. طب قومي يا اختي الحقيقي قبل ما واحده تانية تخطفه. يا ريت، نفسي اظبطه مع واحده. على الاقل ابقى نفذت الشرط اللي في العقد وخلصت منه. هو ضروري؟ انا مش فاهمكوا خالص. ها اتفقنا كده مرعي؟ على ايه؟ على ايه ايه بس؟ احنا مش اتفقنا اننا هنخلص؟ شوف يا مرعي حبيبي، ده طول عمرك شغال مع الراجل ده وكنت دراعه اليمين، فاكيد عارف عنه كل حاجه، وعارف كمان وضعفه. عارف تمام، بس مش يمكن الراجل ده غير السيستم بتاعه؟ ما تنساش يا متر برضه ان انا سايبه من زمان. سايبه وماسكه دي مش شغلتنا، اكيد برضه انت ليك حاجه هيبقى كل لسه معايا. ماشي، بس انا قبل ما اقول اي حاجه عايز ضمانات. لا يا حبيبي احنا كلنا في الهوا سوا. لا انتوا بس اللي في الهوا سوا، انا لسه ما بقتش. مش يمكن تبعوني وتروحوا تقولوا الكلام للراجل وتدخلوني في ادخن حيطه؟ ماشي يا عم مرعي، قول لي بقى ايه الضمانات اللي انت عايزها مننا اكتر من اننا نشارك معاك؟ احنا كلنا ايد واحده وكلنا هنشارك في العمليه. صح، كل واحد له الحته بتاعته. اللي هيخستع كله هيقع. ماشي، انا مش هحط ايدي في اللعبه دي. واسمع يا مرعي، انت السبب في كل اللي احنا فيه، وانت اللي هتخلصنا منه. الحق الحق يا بدر، الباشا خلع في اول ملف اهو. استنى انت رشيد، برضو اخوك مرعي عنده حق. يا سلام عليك يا بدر، اسلم في امك. هو ده الكلام؟ طيب ادام هو ده الكلام بقى قول لنا كلامك، عاوزنا نعمل ايه بالظبط؟ قبل ما اتكلم انا لازم اخد شويه ضمانات. ضمانات ايه بس؟ انت مش ايه ده رشيد؟ ايه ده؟ ايه ناس حوالينا احنا قاعدين لوحدينا؟ قول لنا سي مرعي ضمانات اللي انت عايزها. شوف يا متر، انت تعرف عني حاجات توديني في 60 داهية، وتعرف عن اخ رشيد كمان. كل اللي مطلوب إن أنا كمان أعرف عنك حاجات توديك أنت كمان في 60 داهية كده، نبقى متعادلين ولا إيه؟ مش فاهم، ممكن تفسر لي يعني إيه الكلام ده؟ دليل، دليل من قطر العمليات الحلوة اللي أنت بتعملها كده بقى. عم رشيد نبقى في الهوا سوا، عشان لو حد باع كلنا نقع. ماشي يا مرعي، اتعلمت. ايه مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ انتي كنتي فين مش شايفاكي؟ يعني هكون فين يا فرفوره؟ في الحفل. وبعدين انتي الناس كلها حواليك، اتبسطي بقى النهارده. انبسط ازاي والزفت اللي اسمها فاتن فريد الكبه دي موجوده هنا؟ سيبك منها خالص، دي هي اللي مفروسه منك. وبعدين انتي مش شايفه شكلك ده؟ انتي قمر فارسه الناس كلها. اتبسطي بقى يا قمر، يلا. بقول لكم ايه، ممكن سؤال لو سمحتي؟ هو انتوا اخوات؟ اه. طب ينفع يعني الاخوات يعملوا كده ببعض؟ يعني الواحد يبقى جايب المزه بتاعته وملبسها عشان يعمل لنفسه قيمه وسط الناس، وبعدين اخويا ياخدها كده؟ طب وانت بتقول ايه؟ شايف الواد اللي هناك ده؟ اه ده ابراهيم ابن اونكل مرعي. آه انا بقى نصر اخو اللي ابراهيم ابن. لا والله ازاي؟ مرعي ده ما بيسلمش. اه ينفع بقى تبقى البت بتاعتي جايه معايا وهو ياخدها مني كده عادي؟ ايه ده؟ هو انتوا اخوات؟ اه امال انا بقول ايه؟ اه عيب قوي. لا لا لا، قول له ما ينفعش يرتبط بواحده كان اخوه مرتبط بيها قبله.
على فكرة هو ممكن يكون ما كانش عارف يعني عادي وحبها وخلاص. حبها ايه؟ ده البنت جاية معاي وبعدين ده لسه مسلكها مني. لا هي حبها ايه اللي حبها؟ اه ما هو ما كانش عارف فعلا بس دلوقتي عارف فالمفروض يسيبها فورا. اه كلام صح. لا مش هيسيبها على فكرة وانا هو وانت هو وعن اذنك بقى كده اوعي اوعي ماما. ازيك يا فريدة؟ اديني هوجت لك لحد عندك عشان اعرف ليه ما بترديش عليا وليه ما بتنزليش الشغل بقالك يومين. اصلي تعبانه شويه او زهقانه والنبي ما انا عارف. انا قلت كده برضه هما يومين وان شاء الله هترجعي تبقي كويس. لا 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 انا اساسا مش اساسا ايمان انت هتنزلي الشغل بكره واليومين اللي غبتيهم انا هعتبرهم اجازه مدفوعه مش هخصم منك حاجه. ما ينفعش الاتيليه يشتغل من غيرك يا ايمان. يا مدام ميرا انا اصلا مش هاجي الاتيليه ده تاني. ليه بقى؟ على اساس ان انا بعذبك ولا بخليكي تمسحي وتكنسي الاتيليه؟ ايمان انت الاسيستنت بتاعتي. انا لما سافرت سبت لك كل حاجه من كتر ما بثق فيكي، جايه دلوقتي تقولي هسيبك وهسيب الشغل كده عادي؟ لا بس انا حاسه ان انا زهقت ومحتاجه اغير. عايزه ايه؟ تغيري كارير؟ لا مش شرط، ممكن اروح مكان تاني واتعرف على ناس جديده وكده. وانا بخليكي تتعاملي مع ناس بيئه واطيه ولا ايه؟ ده انت بتتعاملي مع احسن ناس في البلد، ده انت كنت بتشوفيهم في التلفزيون. عايزه ايه تاني؟ عايزه الاقي نفسي انا. لا بقى ايمان ده طمع وانا ما تعودتش منك على كده. لا يا مدام ميرا ده مش طمع، انا زهقت. زهقتي من ايه؟ ما انت شغالة وشغالة في نفس الوقت. انا وانت عارفين ان انت بتعملي حاجات وبتبيعيها من ورايا وانا ساكتة بقول من حقها مدام ولا بتاخد موديلات ولا خامات من عندي بس بتاخدي زباين يا ايمان. يا مدام ميرا انت مش فاهمة. مش فاهمة اسمها ما كنتش عارفة ان انا عارفة. انا سايباكي بمزاجي بس مش بمزاجك تسيبيني وتسيبي الاتوليه وقت ما تعوزي. اصل حضرتك مفيش اصل. انت محتاجة الشغل علشان محتاجة الفلوس وانا لما اعرف ان انت مش محتاجة هبقى اسيبك بس صدقيني مش دلوقتي. انت مش مستعدة. ماشي يا مدام ميرا. ماشي ايمان انا هستناكي بكرة بس تيجي في ميعادك. انت عارفة انا زربونتي بتطلع في اللحظة. ماشي. باي باي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ولاء. خير. انا كنت عايز اعرف اخبار اخر واد ايه، يعني عامل ايه مع الناس اللي خدوه. انت من امتى بتسالي على حاجه بعد ما تخرج من تحت ايه؟ مش خلاص قبضتي؟ ايوه انا بس يعني بقول لو هم عايزين يرجعوه انا جاهز اخده. نعم مفيش انا بس يعني قلت ولا ما قلتش؟ ما خلاص شغلانه. وحشك ولا ايه؟ لا لا وحشني ايه، انا بس يعني اصل الواد ده الصراحه بتاع مشاكل وانا مش عايزه اجيب له مشاكل اكتر من كده. ولاء بقول لك ايه، شغل الاستعباط والهبل ده مش هيخيل عليا. ايه عشان ما فيش شغل جديد معاكي بتدوري في القديم؟ انسي الموضوع ده اتقفل خلاص. يلا سلام. انا بقى يعديها على خير. في براءة قدام فيلا فريدة هانم كانت خطوبتها امبارح يا باشا. وصلت الحاجة؟ اه يا باشا وصلت الحاجات كتير واسماء كل الضيوف يا باشا هنا في التقرير. اوعى
معاك مفيش استنتاجات لا يا باشا مفيش استنتاجات لا يا باشا بس في واحده يا باشا جت مع نصر بيه ابن مرعي بيه وانا باشا ما عرفتهاش بس جبت صورتها لحضرتك اهي تمام في صور تانية من الحفله ايوه باشا في كل الصور يا باشا اللي جم في الحفله كلهم ماشي هنبقى نشوف موضوع الصور ده بعدين في حاجه تاني ايوه باشا في واحد يا باشا قاعد يتسحب لحد ما دخل الفيلا رحمه شافته ضربته على دماغه يا باشا وقع على الارض من طوله وانا بقى وعادل ربطناه مين ده ده يا باشا شهاب ابن فريده هانم هي فاكره انه ميت لكن هو طلع عايش عايش ايوه فندم عايش ابوه بقى مراد معرفش عايش ولا ميت بس عادل قال لي ان هما ماتوا هو وشهاب في حادثه من سنين ياما طيب في حاجه تاني لا يا باشا من غير اي استنتاجات كده انا يا باشا حاسس ان شهاب ده وراه مصيبه لاني بقى ايه بطل ام الاستنتاجات دي يلا يلا غور من هنا روح مكانك حاضر يا باشا حاضر انا كل ما اشوفه اقول ما جايب طارق منه لله العادي ده غريب قوي ازاي كاتبه في خانه الشروط انك لو خنتها تطلقها ومش كاتبه انك لو اتجوزت عليها تطلقها ايه نسي تكتب دي مش ده موضوعنا دلوقتي يا متر المهم اللي انا سالتك عليه شوف يا سيد بيه عقد الجواز واضح وزي ما قلت لك خنتها تطلقها تدفع مؤخر الصداء المتفق عليه 5,000,000 جنيه انا عارف ده يا متر اللي انا بسال عليه دلوقتي لو انا حبيت اتجوز عرفي هل برضه هضطر اطلقها وادفع مؤخر الصداء شوف الجواز العرفي اي محامي شاطر يقدر يثبت انك كنت بتلعب بديلك ولما قفشتك حاولت تعمل عقد زواج عرفي بتاريخ قديم وفي قضاة ممكن يصدقوه في الحالة دي انت اللي هتلبس طب ايه العمل؟ تخليه جواز رسمي اهو منها ترضي البنت وتثبت لها انك ما كنتش بتلعب معاها ومنها كمان ان محدش يقدر يثبت عليك اي حاجة يبقى لا خنتها ولا اتجوزت عليها عرفي ها زواج رسمي على سنة الله ورسوله رسمي مالكو نزل عليكو سهمله كده ليه مفيش بس عايزين نعرف ايه اللي في الجواب ده خلينا نخلص مش فاهمه انا هي مذنبانه كده ليه ما كتبت لنا امبارح وخلصنا بدل ما احنا قاعدين مستنيينها كده يا ستي تلاقيها في المواصلات وزمانها جايه مستعجله على ايه يا ولاء ما تهدي كل ده ايه قاعدين ملطوعين كلنا كده بسببك باماره ايه السفيره عزيزه سم يا بنتي استني اخد نفسي وبعدين اقول لكم ايه اللي اخرني خلاص خدتي نفسك ايه اللي اخرك يا اختي واحنا مالنا باللي اخرها دلوقتي انجزينا والنبي يا ايمان قولي لنا ايه اللي في جواب المخفي ده خلينا نروح نشوف اشغالنا بقى يا بنت ما بلاش يا بنت البروده اللي انت فيه ده ما تنطقي ده ايه الغلاسه دي وانا فاضيه لك انا ورايا 100 حاجه يا ايمان اخلصي شوفوا البت وبرودها انت لسه هتشربي شاي ما تنطقي انت قرشه ملحتي كده ليه وبعدين مستعجله على ايه على الوكسه
يلا. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني قوي والله. والله انا عارف انكم انتوا الاربعه بتكرهوني، واكيد دلوقتي بتقولوا والله يكحم وكانك معانا يا اخويا. عارف اني تعبتكم واكتر ناس ظلمتكم، بس في الاخر انا اكتشفت اني ماليش غيركم. يا ريت تسامحوني وتدعولي، وصدقوني هعوضكم عن كل اللي عملته فيكم. هي عمليه اخيره هطلب منكم انكم تعملوها. دي العمليه اللي بعديها انتوا كلكم هتعدوا، ومش هتبقوا محتاجين حاجه من حد. ساعتها الناس هي اللي هتبقى محتاجه لكم. المفتاح اللي معاكم لشقه في اسكندريه كاتب عنوانها في اخر الرساله وتاريخ حجزها بالظبط من يوم الاثنين، يعني بعد اسبوع من دلوقتي لو انا صح، والنهارده الاثنين. انتوا لما تروحوا هناك هتفهموا، ومفيش حد غيركم ينفع يعمل العمليه دي، ولو ما عملتوهاش هتقابلوا مشاكل كتير. معلش انتوا دلوقتي بدالي في الدنيا، سامحوني وادعولي. ملحوظه، بعد ما تعملوا العمليه بيعملوا لي اي صدقه جري، يمكن تشيل من ذنوبي شويه، تلاجه ميه او جاموسه عشر من اللي بيقولوا عنها في التلفزيون دي، اي حاجه. سمير، ودي المفتاح. الكلام ده بقى معناه ايه؟ ده اللي عايز يسيبنا لو هو عايش ولو هو ميت. انتوا مسودينها قوي كده ليه؟ مش يمكن خير؟ دي العمليه اللي بعدها، انتوا كلكم هتعدوا ومش هتبقوا محتاجين حاجه من حد. ساعتها الناس هي اللي هتبقى محتاجاكم. الظاهر ان السفريه دي هيبقى فيها خير كتير قوي. انتي صح. لا بس بيقول كمان ان الموضوع فيه عمليه، يعني مش مكسب من الهوا. وفي حاجه تانية بقى انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ كملي قرايه. المفتاح اللي معاكوا لشقه في اسكندريه كتب عنوانها في اخر الرساله وتاريخ حجزها بالظبط من يوم الاثنين، يعني بعد اسبوع من دلوقتي لو انا صح، والنهارده الاثنين. انتوا لما تروحوا هناك هتفهموا، ومفيش حد غيركم ينفع يعمل العمليه دي. لو ما عملتوهاش هتقعوا في مشاكل كتير. معلش انتوا دلوقتي بدل مني في الدنيا، سامحوني تاني وادعولي. مشاكل؟ كلنا طبعا عارفين المشاكل اللي ممكن تجيلنا من ورا شغل سمير. وبعدين بقى في حاجه تانية، ده تاني جواب يجي لنا بعد موته. يعني هو كان عارف ومتاكد ان هو هيتقتل وعايز ياكد لنا دوت. انا بقول بقى ان احنا نبعد عن الشر ونغني له احسن. مش شرط على فكره، سمير ما كانش سهل وكان حويط بزياده، يعني كان بيبقى حاسب كل حاجه بالملي. وبعدين الجواب اللي جه الايمان في الوقت ده اكيد كان هو سمير اللي مرتب له عشان يوصل لها في الوقت اللي وصل لها فيه. انت خايفه من ايه يا ولاء؟ قولي مش خايفه من ايه. خايفه نروح اسكندريه ونلاقي مصيبه قد كده، وخايفه بقى لو ما رحناش نقع في مشاكل تانية. انا قلبي مش مطمن للموضوع ده. ولا انا. جرى ايه؟ انتوا هتقلقونا ليه بقى؟ طب اطمنكم، وانا في القسم عند حسام وطارق قالوا لي ان سمير كان معاه فلوس كتير قوي في البنك وسحبها قبل ما يموت بيومين، ومحدش عارف طريق الفلوس دي فين. لا لا لا، سمير مش بالحموريه انه يشيل فلوسه في شقه مأجرها. انا ما قلتش كده، بس ده اول الطريق اللي هيوصلنا الفلوس فين. بصوا بقى، هي من ناحيه ان السفريه دي فيها فلوس، فهي فيها فلوس وفلوس كتير قوي كمان، بس اكيد دي مش كل فلوس سمير، لان لو هي دي كل فلوس سمير كان اكيد هيقول لنا اي حاجه تبين ده. امال الفلوس راحت فين؟ بصوا انا شايفه ان ده مش موضوعنا خالص دلوقتي. الاهم ان احنا نركز، هنسافر ولا مش هنسافر. في ايه؟ ايه اللي جايبك؟ انت خضتني والله العظيم. كنت بكلمك ولقيت صوتك متضايق فعديت عليك يعني عادي. هو ده من امتى بقى ان شاء الله؟ لا ما تاخديش على كده، انا كنت معدي جنب الشركه بالصدفه فقلت اعدي عليك اشوفك يعني.
مالك بقى؟ مفيش، شكلنا كده هنأجل موضوع انك تيجي تقابل بابا يعني. ليه؟ لينا قالت له حاجة ولا ايه؟ لا ما قالتلوش حاجة، بس هو قاعد يقول ان هو مشغول اليومين دول يعني. هي ايه تفتكر انها قالت له حاجة يعني؟ مش عارف. اصل لو كانت قالت له حاجة كان قفل الموضوع من الأول. خلاص يا زينة، شوف لو يعني تشوفه يفضى كده ويخلص ويبقى يكلمنا ونشوف نظبط ازاي. ايوه كده كده احنا مش مستعجلين يعني، صح؟ شايفة كده؟ اه. يلا امشي بقى. ماشي. هروح اكمل شغل انا. باي. باي. ايوه يا لينا، هو سؤال واحد، قولي اه ولا لا. هو انت قلتي حاجه لبابا عن عمر؟ بقول لك يا بت انت وهي، شغل الملاوعه ده انا ما بحبوش. بلاش جو عيني فيه واقول الاخيه بتاعكوا ده، ولا انتوا خلاص شبعتوا ومش عايزين فلوس تاني؟ لا عايزين، وعايزين بالقوي كمان. بس يا فرحتي بقى لو رحنا وما رجعناش. يا اختي تفي من بوقك، ايه الفال ده؟ هو احنا لسه لحقنا نخش الدنيا عشان نخرج منها؟ بقول لك ايه، اتليه انتي واسكتي خالص، انتي الوحيده فينا اللي دخلت الدنيا، مش عايزه اسمع حسك. احنا في ايه ولا في انتي وهي؟ مين فيكم موافق على السفر؟ بقول لك انتي وهي بلاش فقر بقى. حتى يا ستي لو مش عايزين الفلوس المتلتله اللي هتجينا من ورا السفريه دي، تعالوا نسافر اسكندريه، احنا كلنا اكله سمك حلوه كده ونشم اليود على البحر، ولا انتوا مالكوش نفس يعني؟ ده انتي زنانه زن يا بنت انتي. شبط ولا شبطة ولا حاجة، عندها حق، كلنا محتاجين نغير جو. وبعدين كتر خيره الراجل مأجر لنا الشقة جاهز، يعني احنا مش هندفع بس غير المواصلات واللقمة اللي هناكلها. وبعدين هنروح هناك، عجبنا الموضوع كان بها، ما عجبناش هنتكل على الله، وهو سمير يعني مش هيطلع لنا يخوفنا. ها، إيه رأيك؟ مش عارف. بقولكوا إيه؟ احنا نعمل قرعة. ماشي. بس بشرط قبل ما نعمل القرعة، اللي هيطلع هيتنفذ ومحدش هيرجع في كلامه، فهماني؟ ماشي. ملك اه، كتابة لا. ملك. انت فين يا رب؟ السلام عليكم ورحمة الله. أيوة يا عمرو، ممكن أفهم أنت قلت إيه لزينة؟ يعني إيه ما قلتلهاش حاجة؟ أمال هي بتكلمني تسألني عنك ليه؟ وهو قال هيقابلك إمتى؟ طيب أنت قلت لزينة إن إحنا تقابلنا؟ أنا كمان ما قلتش لبابا حاجة. يلا حصل خير، مع السلامة. مين فيكم بقى يا حلوين اللي هتنزل تجيب تذاكر القطر؟ ما تروحيش ليه انت، تجيبيها إن شاء الله. عشان أنا نازلة الشغل من بكرة، مش هيبقى عندي وقت. استنى أما أجيب زلابية الفريد أحسن، بتحبها قوي. والنهاردة عندك ظروف ولا إيه؟ خلاص ما تشبطوش في بعض، أنا اللي هجيبها. يكملك بعقلك يا راسي. بقول لكم ايه، انا عايزه اخش اتفرج على قمصان النوم اللي هنا. ليه هتجيبي تلبسه لنا في اسكندريه؟
الله امسكوا، جبت لكم علبه ننقنق فيها في السكه. ليه ما جبتيش بلح الشام؟ ايه مالك يا امان؟ اجري شوفي لها ميه. ما هي كانت كويسه يا اختي، شوفي لنا مالها، ما انت عامله لنا دكتوره. انت كويسه؟ خدي شربيها. لا تكون حامل. لا لا مش حامل، انا مش حامل. لا مصيبه تكوني حامل بجد يا رحمه. بقول مش حامل، انا متاكده يا جماعه. ما قالت لكم مش حامل؟ وبعدين هو التسوق انتوا هتفضحوا البيت، ما تخوفوهاش كمان. نخوفها اللي احنا خايفين عليها. ما تخافوش. طب خليني اكشف عليكي. يو فكره حلوه، ما تخليها تكشف عليكي، هتخسري ايه؟ ما انا قلت مش حامل، وبعدين الحمل ده مش ليه علامات، انا زي الفل وكويسه اهو. خلاص يا بنات، كل واحد اضرب مصلحته. خلاص براحتك. طب مش يلا ولا هنفضل قاعدين كده على الرصفان؟ مين فيكم هيروح معايا الكومباوند؟ انا. وانا قومي. انا هروح. طب يلا تعالي معانا بره عشان تاخدي مواصل. خليها معاكي، طمنيني عليكي.